الأمن والإيمان نعم عظيمة نتفيأ ظلالها ونعيشها في هذا البلد المبارك. ما واجبنا يا شيخ صالح نحو هذا الأمن الذي نعيشه؟ ما واجب المواطن والمقيم والحاج والمعتمر والجميع في هذه الأيام؟ نعم، هاتان نعمتان، الأمن والإيمان. الإيمان هو الدين والتمسك به، والأمن هو الأمن من الخوف. قد دعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالأمن قبل طلب الرزق، فقال رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات لعلهم يشكرون. هذا الأمن نعمة من الله سبحانه وتعالى، يتمكنوا من مصالحهم ومزاولة أعمالهم النافعة، ولو كانوا في خوف لما تمكنوا من أي عمل، ولكن الله بفضله وإحسانه يسبغ عليهم نعمة الأمن حتى يعملوا لدنياهم ولآخرتهم، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى ونعمة من الله عز وجل على عباده. وما تعيشه هذه البلاد من الأمن والإيمان شيء والحمد لله مشاهد، وشيء يعرفه القاصي والداني، فهذا يستوجب منا الشكر لله عز وجل والدعاء لولاة أمورنا والفرح بنعمة الله. قل بفضل الله، قل بفضل الله فليفرحوا، ذلك هو خير مما يجمعون. نعم.